انعقد المؤتمر الأول لودادية أساتذة التعليم العالي في موريتانيا بمشاركة عشرات الأساتذة الجامعيين وعدد من رؤساء مؤسسات التعليم العالي. هذه الهيئة التي تأسست سنة 2010 من أجل خدمة أستاذ التعليم العالي والسعي للحصول على سكن مناسب وتأمين صحي مريح، إضافة إلى خدمة المتقاعدين والتدخل في حالات المرض والوفاة. تأسست هذه الودادية على أساس توافقي بين مختلف نقابات التعليم العالي، ونحن اليوم نعقد مؤتمرها الأول مصممين على روح الوفاق والتوافق. وتحدث رئيس الودادية عن الجهود التي بذلتها الودادية التي يبلغ عدد منتسبيها أكثر من 400 أستاذ. لقد استطاعت الودادية خلال مسارها توحيد الأساتذة حول مشروعها، وهو ما تجسد في عدد المنتسبين لها البالغ عددهم 420 أستاذا، وهو ما يمثل نسبة تقارب 60% من مجموع أساتذة التعليم العالي. وقد سمح انتساب هذا العدد للودادية بالحصول على مورد مالي هام اعتمدت عليه في كل أنشطتها التي قامت بها، بما فيها تنظيم هذا المؤتمر. وتعتبر الودادية بحسب الحاضرين إطارا جامعيا لأساتذة التعليم العالي بعد أن فرقتهم الانتماءات النقابية للاطلاع بأبرز مشاكل أساتذة التعليم العالي. استطاعت الودادية توحيد أساتذة التعليم العالي حول مشروعها الاجتماعي وخلق وتدعيم صلات الثقة والاحترام المتبادل مع كل الشركاء، كما قطعت أشواطا كبيرة في مجال تحقيق مشروع السكن الخاص بأساتذة التعليم العالي باعتباره إحدى أولوياتها. وشهدت الفترة الماضية حراكا لأساتذة التعليم العالي في موريتانيا للمطالبة بتنفيذ اتفاق 2009 مع الحكومة، ورفضا لحرمانهم من زيادة رواتب الموظفين العموميين التي تم إقرارها عام 2015، إضافة إلى اعتراض الأساتذة على التعديلات التي أدخلت على قانون التعليم العالي والتي يعتبرونها تمس الحريات النقابية وتراجعا عن المكتسبات التي تحققت لهم خلال الفترة الماضية.